تستمر في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى موجة التظاهرات المناهضة للنظام والمنادية برحيل الرئيس عمر البشير. طالبات جامعة الأحفاد للبنات في أمدرمان خرجن اليوم في تظاهرة احتجاجية ورددن شعارات تطالب برحيل الرئيس البشير في تحد جديد لحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد. ماضون في دربهم، لم يمنعهم فرض حالة الطوارئ ولا مناورات البشير لامتصاص الغضب الشعبي. فبعد مضي شهرين على بدء الحراك الشعبي ورغم محاولات السلطات السودانية احتواءه، إلا أن الزخم ما يزال حاضرا. آخر المنضمين إلى التظاهرات جامعة الأحفاد في مدينة أمدرمان، فقد خرجت مئات الطالبات في تظاهرة مرددات شعارات منادية برحيل الرئيس عمر البشير ومناهضة للنظام الحاكم. التظاهرات الشعبية التي انطلقت احتجاجا على الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور ما لبثت أن تحولت إلى حراك شعبي مطالب برحيل البشير. حراك الشارع السلمي دفع البشير إلى إجراء عدة تغييرات وتعديلات على المستوى السياسي والاقتصادي. البشير وفي محاولة منه لتخفيف عدة الدعوات المطالبة برحيله تعهد بأن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية معبدا بذلك الطريق أمام حوار سياسي يشرف عليه بنفسه، وذلك لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير أن تلك المحاولات تبقى حبرا على ورق كون الحراك الفعلي للشعب لن يتوقف كما يؤكد أصحابه قبل أن يرى بصيص أمل حقيقي للتغيير في البلاد. ومعنا في الاستوديو الحارث إدريس، دبلوماسي سابق وممثل تجمع الدبلوماسيين السودانيين الوطنيين، مرحبا بك. مرحبا. طيب، يبدو أن الشارع السوداني يواصل حراكه غير عابئ بإعلان حالة الطوارئ وكل المشروع الذي حمله خطاب الرئيس البشير. نعم، لأن تصميم الشارع أكثر من أن يحاط به أو أن يتم الالتفاف عليه عبر مخرجات لا تمثل حقيقة مطالب الشعب السوداني. أعتقد بأن الوقت قد مضى لأطروحات لا 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 تستجيب للمطالب الرئيسة، وهي منفكة الثورة السودانية تعيدها وتكررها، هي التنحي البشير عن السلطة الذي حكم البلاد 30 عاما. طيب، الآن أنتم دبلوماسيون سابقون ويبدو أن هناك طبقة من الكوادر السودانية انضمت إلى هذا الحراك وتفكر في مستقبل السودان، ما هي خارطة الطريق الممكنة موضوعيا بعد كل هذه الظروف المحيطة؟ أعتقد بأن الخارطة الشعب السوداني يتناولها عبر 30 عاما، هي أيضا لا بد من رحيل الرئيس ولا بد من إقامة نظام ديمقراطي، نظام يشيع حكم القانون، يشيع التنوع الثقافي ويعطي الحريات ويمنحها بدون قيود للشعب السوداني، نظام تتكافأ فيه الأقليات والملل والنحل السودانية، نظام يعيد صياغة سياسة خارجية رصينة تمكن السودان من الالتزام الإيجابي مع المجتمع الدولي، نظام لا يندغم تحت أي سياسات محورية إقليمية أمنية، نظام تخدم موارده مصالح الشعب السوداني، نظام يتكيف مع مطالب شعبه، نظام يعيد الحرية والكرامة لهذا الشعب الذي عانى من البطش والتقتيل والإرهاب مدة 30 عاما. طيب، الآن على الميدان نعرف كل هذه المطالب، هناك خطان متوازيان، الرئيس من جهة وقد جر معه مؤسسة الجيش والمؤسسات السيادية، والشارع الذي لا يخضع أيضا لتأطير الأحزاب وهو في خط آخر، يعني ما هي السيناريوهات الممكنة الآن؟ السيادة انتهت بالثورة من فقه القانون، إذا الرئيس البشير يعتد بانتخاباته المزورة في عام 2015 الشعب السوداني، هذه حركة استفتاء ثورية عمت الشوارع والمدن والقرى والحضر، بل انتقلت الثورة من فضائها المحلي إلى فضائها المعولم عبر أوروبا، عبر أمريكا، عبر أستراليا وكندا، عبر العالم. ونعتقد بأن الثورة انتقلت من حماسة مطالبها إلى نداء قانوني. نعتقد بأن الشعب السوداني الآن هو الممثل الحقيقي للشعب السوداني، وقد انتهى زمن تمثيل البشير. نعتقد أن السيادة انتقلت إلى الثورة.
الآن أيضا في انتظار أن تنضم المؤسسات السيادية لهذه المطالب ولهذه المقاربة القانونية كما ذكرتم، كيف هي التطورات على الميدان؟ ما هو الممكن؟ أنا أعتقد أن الممكن أن يقبل الرئيس البشير بتنحي ثم يفتح تنحيه حوارا حقيقيا مع الفصائل الوطنية على أن تتكون حكومة انتقال من كفاءات وطنية وليست كفاءات تابعة للمؤتمر الوطني ولا الكفاءات الإسلامية الموالية للنظام، لأن زمانها انتهى. وبالتالي أعتقد أنها تضيع الوقت وقد تجر البلاد إلى تفلت أمني لا يحسب عقباه، وهناك أيضا السودان ما يزال تحت الفصل السابع. ولذلك نحن نشير إلى صوت العقل بأن البشير عليه أن يتنحى، وليس في ذلك مندوحة. لقد تنحى حسني مبارك، لقد تنحى زين العابدين، لقد تنحى الرئيس في زيمبابوي، وبالتالي هذه أمثلة قانونية داخل النظام الأفريقي وداخل النظام الإقليمي العربي، على البشير أن يختار أي منها. الحارث إدريس الدبلوماسي السوداني السابق وممثل تجمع الدبلوماسيين السودانيين الوطنيين، شكرا لك. نتابع بعد الفاصل. قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها تتقدم للسيطرة على آخر جيب لتنظيم الدولة في سوريا